تحاكم خالقها البار ثم تقضي بالموت على من وهبها الحياة. أليس هذا المنكر صنيعك يا نفس؟ كلما ارتضيت بالإثم وصرخت ليصلب يسوع ليصلب. ألا يا أم يسوع وأمي، استغفري لابنك واسأليه نجاتي من القضاء بالموت الأبدي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Bye.
حمل صليبك الثقيل أنهك قواك فسقطت تحت حملك الباهظ، وعوض أن يحمل منظرك هذا على الشفقة والإسعاف، أرى أعداءك يمهدونك بقسوة بربرية وأنت صابر. ألا فاخزي يا نفسي مما سببته خطاياك لفاتك، وخففي عنه بتحملك بعض الأذى وفاء عنها. وأنت يا مريم استمحي نعمة الإماتة والصبر والتوبة. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يوميا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نغفر لمن بقي وأساء إلينا، ولا تدخلنا في الجبل لكن نجنا من الشرير، لأن والروح القدس.
نتأمل في إعانة سمعان القيرواني ليسوع في حمل الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك. فاضطروا أن يسخروا إنساناً لإسعافك في حمل الصليب، وقد سمحت بذلك لتفهمني بأن فدائي لا يتم إلا بمشاركة إياك في حمل الصليب وبقبول طوعاً ودون تشك ما تسمح عنايتك الإلهية أن أقاسيه من المشاق والمصائب في طريق هذه الحياة. فيا مريم أمي، اطلبي لي من ابنك نعمة مقاسمة لآلامه والتكفير عن خطاياي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا قرصنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن ايضا نغفر لمن اخطا واسار الينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابدين. امين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئه نعمه الرب معك، مباركه ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صل لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. آمين. مجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. ارحمنا يا نتأمل في مسح القديسة وارينا وجه يسوع بالمنديل. نسجد لك أيها المسيح ونباركك. لأنك صليبك المقدس خلصت العالم. يا لسعادتك أيتها المرأة الشجاعة والفاضلة وارينا، فإن حبك ليسوع وشفقتك عليه حملاك على اختراق صفوف أعدائه لمسح وجهه المبلل بالدم والعرق، وبذلك فرجت عنه بعض الكرب والعذاب، وقد أظهر رضاه عن عملك بطبعه صورة وجهه المقدس على منديلك. ألا استمنحيه لي مع أم العذراء والدته نعمة الانتصار على الحياء البشري بإظهاري أمام أعدائه صدق حبي وحسن تعبدي له. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ وأساء إلينا،
الثالثين. آمين. سلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة فرق بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. مجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. ارحمنا يا رب، استجبنا يا يسوع في العاصي يا مريم، يا ممتلئة نعمة
لنتأمل في تعزية يسوع لبنات أورشليم الباكيات عليه. نسجد لك أيها المسيح ونبارك. التي سببت آلامك وموتك. لقد شئت يا إلهي بكرمك أن تكفر عن ذنوبي لتعيد لي الحياة وميراث النعيم، وأنا بافتعال الخطيئة أطلب لنفسي الموت والهلاك. ألا رباه اغفر إثمي وجنوني، وبشفاعة أمك الكريمة لديك عز نفسي، جاعلا إياي في عداد التائبين الأمينين. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك القوة والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. ارحمنا يا فلا تسمح يا إلهي أن أطمع بجودك ونعمتك فأرجع من جديد إلى الخطيئة، بل هب لي بشفاعة أمك نعمة فعالة لأبغض الإثم بغضا أبديا. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك القوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليكم.
عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنه سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. مجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء هو الآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين، آمين. ارحمنا يا العذاب والعار في مساويك. وأنت يا أم يسوع فادية، اطلبي لي من ابنك نعمة التوبة النصوح لأكفر عن خطاياي إلى النفس الأخير من حياتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نغفر لمن خطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك،
الحادية عشرة لنتأمل في صلب يسوع. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأننا بصليبك المقدس خلصت العالم. من يستطيع أن يراك يا فادي مسمرا بيديك ورجليك على خشبة العار ما بين لصين شريرين ولا تتقطع أحشاؤه كمدا ولهفا وتسكب عيناه الدموع السخينة لوعة واسفة؟ تعسن لك يا خطيئتي ما أفظعك وأقساك في تسليمك وحيد الآب للصلب. وما أعظم شقائك يا نفسي إن لم تستفيدي من عمل فدائك. ألا يا مريم أمي لتغسل بشفاعتك دماء مخلص ذنوبي وجرائمي، وليملك حبه فؤادي وعواطفي في حياتي بأسرها. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد العالمين. يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة فرقة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. مجد للآب والابن والروح القدس كما كان في الليل والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآبين. ارحمنا يا رب. استجبنا يا يسوع. لقد تم كل ما قاله الأنبياء عن عمل فدائه، وها قد مات يسوع ابن الله على صليبه وأصبح جثة هامدة، والشمس أظلمت وحجاب الهيكل شق إلى اثنين، والأرض تزلزلت والصخور تشققت حزنا على موت باريها. وأنت يا قلبي أتبقى جامداً لا حراك فيك في هذا مشهد موت فاديك؟ ألا يا أم مخلصي اضربي قلبي الصخري بعود صليب ابنك، وفجري منه دموع الحزن على حبيبك والتوبة على خطاياي
لأفوز بثمرة فدائي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا أنفسنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطر وأحسن إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا مشتركة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في الغيب والآن وعلى الدوام وإلى أبد الدهرين. آمين. ارحمنا يا رب، استجبنا يا يسوع، نتأمل في تنزيل يسوع من الصليب وتسليمه لأمه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك. وحسرتاه عليك عليك يا أم يسوع، ما أشد ألم الحرب التي اخترقت فؤادك عند قبولك في حضنك وحيدك المقتول، بعدا لخطاياي التي كانت علة في قتله وداعية لعظم لوعتك وتفجعك. ألا فليكن موتك يا فادي مبررا لي ومقدسا، وليكن فرط حزن أمك والتياعها حاملا إياي دائما على حفظ شرائعك ومناصرا. آمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا أنفسنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. كما كان في البدء هو الآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. استجبنا يا يسوع، امنحي عبدا ذليلا ان يقول لا
لنتأمل في وضع جسد يسوع في القبر ليقوم في اليوم الثالث من بين الأموات. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. اسمح لي يا يسوع فادي أن أرافقك مع العذراء أمك إلى القبر، وأن أسكب على مدفنك دموع التحسر والتوبة، راغباً إلى جودك باستحقاق أحزان البتول أمك وأمنا، أن تطهر نفسي وجسدي وتجعلهما هيكلاً تقيم فيه سكناك وتجد فيه راحتك وسلواك، بحيث أموت لذاتي فتحيا فيا وأحيا بك ولك إلى الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. إنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدارين. آمين. ارحمنا يا رب. استجبنا يا يسوع ليكون الاسم الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم،